مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم من أهل مصر. النرجسية في أقبح صورها تتجسد بين أروقة محاكم الأسرة، تسمع أنين ووجع ودعاء على الظالم. تسأل نفسك، هي الست المجروحة دي ممكن تخف من الوجع ده؟ ممكن تفرح تاني؟ ممكن تحب وتتجوز تاني؟ هتعرف تطلع أولادها أسوياء؟ صحيح مش كلهم على حق، لكن الغالبية أو أكترهم على حق، وكل واحدة حاولت مليون مرة لإصلاح العلاقة، وفي كل مرة يتكسر خاطرها أكتر وأكتر. السؤال هنا بقى، ليه كده؟ تخيل لو كنت الزوج الحنون اللي بيشتغل عشان مراته وولاده، الكريم المعطاء النقي اللي حاسس بأسرتك طول الوقت، هل هيكون في مشاكل او جدال او كده؟ ابدا والله، اخلص انت بس في العلاقه دي عشان تستقم وتتظبط وتسعد كل اسرتك. استوقفني كذا مشهد في حفلات مختلفه، حفله لشيرين، حفله الاصاله، حفله الامال ماهر كانت بتغني اللي قادره، ولقيت معظم الستات والبنات في المسرح بتعيط وبتغني بصوت عالي وكأنها بتتوجع. سألت نفسي، هل كلهم حاسين بالوجع والألم ده للدرجة دي؟ عشان كده ضروري نقف وقفة ونسأل السؤال ده، ليه كده؟ ليه بقت البنات والستات مغناطيس للناس المريبة المؤذية دي؟ بنرحب بالكاتب الصحفي أحمد فتح الباب، استشاري العلاقات الأسرية، المعروف على السوشيال ميديا بساحر العلاقات. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيكي، وانا اتشرفت بكم جدا وسعيد ان انا موجود معاكم النهارده. ازاي يا استاذ احمد يعني اتنين بيحبوا بعض وطول الوقت وطول السنين قصه حب ابديه، وفي الاخر بيحصل مشاكل ممكن تؤدي الى الانفصال، ليه كده؟ طيب هو مبدئيا بس علشان نبقى بنصنف الامور صح وبنحط كل كلمه في مكانها الصحيح، مفيش حاجة اسمها علاقة حب بجد بتنتهي. يعني انسي بقى، مفيش الكلام ده. مفيش علاقة حب بجد بتنتهي لأي سبب مهما كان. لما بيحصل حلاوة بدايات وبيحصل مواقف كويسة وبيحصل جدعنة وبيحصل انبهار اللي هو الإعجاب وكل الكلام ده، وفي الآخر العلاقة تنتهي لسبب تافه أو من غير سبب، أو تنتهي نهاية ملهاش أي علاقة بالحب، يبقى دي ما كانتش علاقة حب. من يعني ما نقولش بقى ان علاقة فلان وفلانة علاقة حب عظيمة ومع ذلك حصل انفصال ومع ذلك حصل اختلاف ما بينهم ومشيوا وسابوا بعض، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده، عشان نبقى عارفين في مسميات كتير جدا للعلاقات اللي بتبدأ بانبهار وبتنتهي نهايات مأساوية. في مسميات كتير ممكن نقول اعجاب، تعلق، ادمان، مصلحه، ايا كان، لكن علاقه حب تنتهي نهايه ماساويه يبقى ما كانتش علاقه حب. هي من الاول يعني مش من الاساس ما كانتش حب يعني. بالظبط بالظبط. طيب الطرف الثاني يعني او الطرف المؤذي في العلاقه دي يعني هو بيحس بايه في العلاقه دي؟ يعني هو مش بس بيدمر العلاقة، ده بيدمر بيت وأسرة كاملة. يعني بعد ما مشيوا سنين وبنوا البيت ده ويعني عدوا مع بعض بمراحل كتير خلينا نقول، وفي الآخر بمنتهى البساطة كده يهد البيت ده، فإزاي إزاي ده بيحصل؟ طيب هو البني آدم المؤذي ما بيبقاش مكتوب على وشه أنا مؤذي، بالعكس. أنت عارفة أن أكتر حد يدخل حياتك أو حياة أي بنت ويدمرها هو احسن راجل تشوفي منه حلاوه بدايات. ان هو يوصل لمرحله انه يؤذيكي نفسيا ويسيبك ويدمرك وكل الكلام ده، ده بيبقى هو شايفه ان ده الطبيعي. اصل الفرق ما بين ان انا واحد معجب بيكي او واحد بحبك، المعجب هو واحد مصدر الاعجاب العين، يعني انا طول ما انا شايفك انا معجب بيكي جدا. مع الوقت وكل الكلام ده لحظات او لمبات الانبهار فيكي بالنسبه لي بتقفل، مفيش خلاص حب. فبيبقى ان انا احط نفسي مكانك وانا بسيبك مش هيحصل. ان انا احس بمشاعرك واحس اللي انت حاساه، القهر والزعل والنفسيه المتدمره، ده كله مش هيحصل، مش هحس بيه. علشان كده يعني هديكي مثال بسيط، لما يجي
واحد محترف يدخل على بنت يضحك عليها ويعشمها بيه ويعلقها بيه وتفضل 24 ساعه ماسكه كده في رجله وما تسيبنيش. المهم العلاقه تبدا وتنتهي ويسيبها، وتروح هي البنت دي مثلا تقعد تتحايل عليه وتطرده وتعيط له وتصوت له وتدخل في مستشفيات ومش عارف ايه. كل الكلام ده الناس بتقول انت ايه يا اخي، انت حجر، هو انت بتخاطبي، ركزي في دي بقى، بتخاطبي قلبه وهو قلبه ما جاش معانا العلاقه اصلا. انت كل الحاجات دي، انهيارك وتدميرك نفسيا وصحيا وكل حاجه، بتخاطبي بيها قلبه مشاعره. تصعبي عليه مثلا يحس بيكي مثلا، مش هيحصل. فهو مشغل عقله بس، وعقله بالنسبه له انا ليا 100 عذر. طيب هو ليه يعني ليه اصلا بيختار واحده كويسه وبنت ناس وفي حالها، يعني هي ملهاش دعوه بحد، ليه بيسيب كل البنات وبيختار دي بالذات؟ يعني هقول لك، خلينا نكون متفقين بعيدا عن المسميات العلميه الطبيه اللي زي النرجسيه، بعيدا عن النرجسيه خالص، عشان النرجسيه دي بقت ترند دلوقتي، يعني اي حد يخون نرجسي، اي حد يكذب نرجسي، هنتكلم عنها دي دلوقتي. لا لا، فبعيدا عن المسميات دي، في النقطه اللي انت سالتني فيها دي، هو لما بيدخل يشوف بنت الشخص المؤذي بيبقى داخل العلاقه زي ما قلت لك مشغل عقله وفاصل قلبه، البنت مشغله قلبها وفاصله عقلها خالص. هو بيعجبه في الضحيه بتاعته هو البني ادم المؤذي ده، ان البنت اللي داخله معاه مش يعني مش خبره، او مثلا البنت اللي معاه بيور خالص، مش فاهمه اي حاجه، مشغله قلبها من اول لحظه، فدي بالنسبه له ضحيه سهله جدا، يضحك عليها ب2 جنيه بس. هو الراجل طبعا بيحب يصطاد، يعني عنده حته الصيد دي، فهو بيمارس موضوع الصيد ده في العلاقه وخلاص على كده، مش فارق معاه ان دي علاقه بقى ويبقى فيه اسره كل ده. الراجل الصياد وده لقب كده، يعني انا بطلقه دايما على الرجاله اللي بتبقى هدفها في العلاقه ان انت تتعلقي بيه بس ويمشي وخلاص كده، بس خلاص هو كده وصل لهدفه. والله التارجت بتاعه مش ان انا اقعد معاك سنين، التارجت بتاعه انت واحده زي القمر وحلوه وكل الناس هتموت عليكي وانت مطمع لاي حد نفسه يدخل يدخلك حياته، بس هو تارجتك وصل لمرحله ان انت خلاص بدات تتعلقي بيه وبدات تحبيه، السلام عليكم خلاص، هو كده مهمته خلاص. بس استاذ احمد، في منهم ناس بيتجوزوا، يعني حتى المتجوزين مش ده الصياد بقى، ده راجل مؤذي. ده مؤذي. التاني ده بقى ده مؤذي ده. لكن لو بتتكلم على الراجل الصياد، هو هدفه في الصيد بس. يعني عارفه اللي هو انا احب اصطاد لكن ما احبش اكل سمك، هو كده. يعني اللقب او مصطلح راجل الصياد هو كده، ان هو يعلقك بيه ويمشي، المؤذي بقى يعلقك بيه ويفضل مكمل يشبع منك، ياخد مصلحته ايا كان ايه هدفه في العلاقه، بعيدا بقى عن الحب خالص، وبعد كده يمشي. لا، وبيتنصل بقى من كل مسؤولياته، يعني حتى اقل حاجه ممكن يصرف على بيته، لا ما يعني اقل حاجه خالص يعملها حتى لما يمشي، يصرف على اولاده، لا هو يعني لا اسمع لا ارى طبعا. ويطنش ويهرب. وعلشان كده لسه كنت بقول لك دلوقتي، الموضوع كله احنا كل اسئلتنا لو وجهناها ليه، اللي احنا مستغربينها زي ازاي قدر، ازاي ما بيصرفش على اولاده، ازاي قدر شايفها بتتدمر نفسيا، كل الاسئله دي لو جمعناها كده هتلاقي بتخاطب ايه؟ قلب. القلب. وهو بقى ما فيش بقى، يعني قلبه ما جاش معانا اصلا. فمش فارق معاه كل ده. طب استاذ احمد، الـ البيت السعيد بقى، يعني البيت الهادي السعيد، العلاقه بين الزوجين بتكون، او البيت ده بيكون شكله عامل ازاي؟ العلاقه بينهم بتبقى عامله ازاي عشان يكون بيت سعيد مستقر؟ عشان احنا عايزين يعني كل اسره تحاول ان هي توصل للشكل ده. طيب، هو انا شايف ان الموضوع علشان البيت يبقى سعيد وفيه هدوء وفيه راحه نفسيه ويكملوا مع بعض العمر كله، انا شايف ان محورين رئيسيين في الموضوع كله. اول حاجه التفاهم، تاني حاجه التعود. الحاجتين دول هقول لك يتفاهموا. التفاهم دي بقى تحتها ان احنا نبقى صراحه مع بعض قوي، فمن كتر ما احنا صراحه مع بعض خلاص بقى في تفاهم بيننا، انت عارفه انا بحب ايه، انا عارف انت بتحب ايه، فبقى خلاص في تفاهم ما بيننا. تمام. تاني حاجه بقى وهي التعود، ودي مهمه قوي قوي قوي. اول رد فعل ليكي او اول رد فعل لي على اي اكشن التاني بيعمله هو اللي بترتب عليه العلاقه كلها. يعني اول رد فعل ليكي لما اجي اقول لك مثلا انت خاينه،
اول رد فعل ليكي لو لقيتك بتقولي لي لا والله والله ما بخونش، طب خد شوف الموبايل ده انا بنت ناس، ده انا متربي، كل الكلام ده خلاص انا بقى كلمه انت خاينه او ان انا اشك فيكي ده بقى الطبيعي. انت مطلوب منك كل يوم الصبح تصحي كده تثبتي لي بقى باي دليل ان انت بنت ناس ومتربيه. نفس الموضوع لو انت جيتي قلتي لي مثلا واحنا قاعدين مع بعض بنهزر او مثلا بنتخانق وتطاولت عليا باللسان وانا عديتها عادي، خلاص انت دي طبيعتك، فانت ما لقيتيش رد فعل مني فهتعمليها. فالتعود دي اكبر نصيحه ليا لاي حد لسه بيبدا حياته، لازم تتعودوا ان اول رد فعل هو اللي بيأسس عليه كل حاجه. تمام، هو اللي يعني بيخلي ان في ثقه بينهم، فكل ما بيقربوا من بعض اكتر كل ما الثقه بتزيد، كل ما العلاقه بتبقى مستقره اكتر. بالظبط. طيب النرجسي او الشخصيه النرجسيه، خليني بس اقول نقطه عشان يعني في ستات كتير هتسمعنا هتقول بس خلاص انتوا قلتوا كام كلمه كده فانا جوزي نرجسي فانا عايزه اتطلق. لا لا، يعني احنا مش عايزين نخرب البيوت. يعني الشخصيه النرجسيه دي اللي بنتكلم عنها ده بعد ما تم تشخيصه، يعني في طبيب نفسي واخصائي نفسي شخصوا هذه الشخصيه ان هو يعني ممكن مش اقل من 7-8 سمات موجوده فيه عشان نقول ان ده اضطراب شخصيه نرجسيه، ده مبدئيا. اما لو بيعمل سمه واحده او واحده او اتنين، لا احنا بنتكلم على سمات محدده يصلحها. لكن الشخصيه النرجسيه دي يعني المفروض ان احنا نعمل معاها ايه؟ يعني نواجه الشخصيه دي ولا نبعد عنها احسن؟ طيب احنا هنا بنفترض ان احنا خلاص اتاكدنا ان الشخص ده نرجسي. ايوه بالزبط. عشان يعني عشان اول الموضوع ده مهم جدا فعلا والله، ان الناس دلوقتي بقى يعني النرجسيه بقت ترند فعلا. اي كلمه خلاص صفه واحده يقول نرجسي، لا ولا أيوة هو ولا كل واحد ولا ثلاثه. بالظبط، لان هو كل ممكن نقول كده مثلا كل 1000 شخص مشكوك فيهم ان هم نرجسيين يطلع واحد بس منهم نرجسي بجد. فبعيدا احنا يعني هنفترض ان هو خلاص طلع نرجسي بجد واتاكدنا وكل حاجه. تمام. الشخص النرجسي صعب قوي 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 علاجه، وصعب قوي 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 التعايش معاه. ودايما اللي بيتعالج ضحيه النرجسي. الضحية. مش النرجسي نفسه. النرجسي تقريبا ما بيتعالجش، لكن ضحيه النرجسي يعني هو مثلا يعدي في حياته كده على 5-6-7-8 بنات مثلا. السبع ثمان بنات دول هو مشي خلاص من حياتهم، هم اللي بيتعالجوا بقى، يفضلوا هم اللي يفضلوا مكملين بقى. بالظبط، يفضلوا مكملين علاج من الحاجات النفسيه السيئه اللي سابها جواه. فما فيش حاجه اسمها يعني مثلا كيفيه التعامل مع الشخص النرجسي، لا ما نتعاملش اصلا. تعامل ايه؟ لا طبعا. فاتاكدنا نرجسي، مع السلامه. طيب استاذ احمد، البنت اللي هي اتاذت منه ومشيت، يعني المفروض ان هي يعني تعمل ايه؟ طيب. يعني ده لو عرفت تطلع من العلاقة أصلا يعني. لو طلعت لو عرفت تطلع فعلا، لأن هو أصلا مش هيديها مساحة أن هي تتعافى منه أصلا. حتى لو هو في حياته حد تاني يعني. الشخص النرجسي ده اللي هو أنا بعد ما مشيت أنا مبسوط أن أنت متعلقة بيا، حتى لو أنا شفت التعلق ده في انهيارك. يا ساتر. في انهياري. طبعا. أنا كل هدفي أن أنا أشوفك متعلقة بيا، تعلقك بيا دخلك مستشفيات أنا مش فارق لي، بس المهم النتيجه ايه. انت تمام، انا تمام كده، انت لسه متعلقه بيا. طيب تعالي بقى، بدات تتعافى وترجع لحياتها الطبيعيه وتمارس حياتها عادي جدا، ورجعت يعني ملامح التعافي. عشان دايما الناس بتقول ليه النرجسي ممكن يرجع لي بعد ما تعافى؟ هو بيعرف منين؟ ما هو مش سحر. التعافي ليه ملامح، شكلك زي القمر، حياتك رجعت زي ما هي، شغلك بقيتي ناجحه، كل دي حاجات من ملامح التعافي. رجعت طبيعيه. بالظبط. والله فاول ما بيشوف حياتك رجعت طبيعيه، ايه ده انت هتتعافي؟ لا تعالي. تعالي بقى. طيب تقدر هي بقى تعمل ده ازاي؟ او تتعافى من ده ازاي؟ بحاجه واحده، ان هي تتخلى عن الصوره الوهميه اللي كانت رسماها للشخص ده في بدايه العلاقه. الشخص النرجسي او المؤذي لما بيدخل حياة أي حد بيرسم له الحياة جنة، بيرسم له العلاقة كأنها هتبقى أجمد علاقة في الجنة. في يعني هي مثالية جدا بقى، يعني بالزبط. العلاقة المثالية. بالظبط. هو ناجح قوي في ده على فكرة، يعني هو ناجح قوي في ده، إن هو يوصلك إن هو أحسن وأجمد وأجمل راجل وأجمد علاقة هتعيشيها هي معايا، وبينجح في ده. فأنت في بداية العلاقة بترسمي صورة وهمية ملهاش أي علاقة بالواقع في دماغك. ياه انا الشخص ده هعيش مع اجمل ايام حياتي، ده بيتنا هيبقى كذا وحياتنا هتبقى كذا وخروجاتنا هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا. فيجي يأذيكي تتنازلي،
مقابل ان انت عايزه توصلي للصوره الوهميه اللي في دماغك. يسيبك ما تتقبليش، يرجع لك تاخدي حضن مطارات في المكالمه. فاللي هو انت عايزه، انا ده كله مترجطه الصوره الوهميه اللي ثبتها لي في دماغي. فاول حاجه انا اتخلى عن الصوره الوهميه اللي ملهاش اي علاقه بالواقع ده خالص، لانها مش هتتحقق ولا عمرها هتتحقق. دي اول حاجه واهم حاجه. طب استاذ احمد، يعني احنا هنفضل ناخد حذرنا كده من كل الناس؟ يعني هي كست يعني هتاخد حذرها من الكل وكل الرجاله كده وحشه؟ طب يعني امتى تعرف ان ده فعلا انسان كويس وهيبقى زوج كويس معاها؟ امتى تعرف ده؟ طيب انا هقولك على حاجه، ودي يمكن انا لسه مسؤول يعني سالت فيها. يعني عايزين نعرف هو ان هو حبها فعلا ازاي، عشان طيب كده الواحد كده اتلخبط. طيب لا انا هقولك، رغم ان انا ما بحبش السؤال ده ابدا، بقولك ليه. السؤال بتاع اعرف منين ان هو بيحبني، اي اجابه وخديها مني اي اجابه على السؤال ده غلط. يعني انا دلوقتي لو قلت لك عشان تعرفي ان الشخص ده بيحبك، شوفيه بيهتم بيكي ولا لا، فانت تقولي لي بيهتم بيا، ده كل يوم انت كلتي شربتي طلعتي نزلتي صحيتي نمتي قمتي، لا هو كده سكرتير عام حياتك، ملاش علاقه بالاهتمام اللي طالع من القلب. طيب ما علينا ما علينا، اوكي تمام. فانا لو قلت لك مثلا لو بيهتم بيكي، طب هو لو داخل يمثل انه بيحبك ويضحك عليك، هو مش هيهتم بيكي؟ هيهتم، بس ما انا افرق ازاي؟ ما انا جاي اقول لك بقى، ما انا جاي لك بقى في الكلام اهو، جاي لك في الاجابه، عشان بقول لك كده السؤال ده مش بحبه، اي اجابه عليه بتبقى غلط. فاي حاجه من الاخر وباختصار هقولها لك، لو الشخص ده بيعملها يبقى بيحبك، فدي اجابه غلط. طيب السؤال بقى يتسال ازاي بقى؟ ايه الحاجات اللي لو اتعملت يبقى ما بيحبنيش؟ العكس هنا بقى بالظبط. هنا بقى الحاجات اللي هقولها لك دلوقتي دي لا تقبل الشك ولا المناقشه، ما تحاوليش بقى معايا. لكن الحاجات اللي بيعملها نقول عليها او بيها انه بيحبك، لو داخل يمثل هيعمل كده، ما هو مش هيصبحك بعلقه ويمسكي بعلقه وهو داخل يمثل عليك انه بيحبك. فاحنا ما نقولش احنا عايزين نعرف انه بيحبني من تصرفاته، احنا عايزين نعرف ان هو بيحبنيش من تصرفاته. زي مثلا الحاجات اللي ممكن تثبت لك هو ما بيحبكيش، ان هو اول حاجه يقدر يبعد عنك. يعني انا بيجي لي استشارات كتير قوي ليها علاقه ب انا في علاقه حب اون واوف. يعني اللي بيجي يقول لي كده بقول له اوف عليك، مفيش حاجه اسمها كده والله العظيم، مفيش حاجه اسمها علاقه حب اون واوف. اون واوف ايه؟ احنا الكاتل، مفيش حاجه اسمها كده. طالما قدر يبعد عنك يبقى عمره ما حبك، الحب ما عداش من على القلب، مفيش حاجه اسمها حد بيحب حد. اللي بيبقى في بدايه العلاقه 24 ساعه معاك على التليفون، ينفع يقعد اسبوع اسبوعين، قد تصل المده لشهرين ثلاثه ويرجع اقول لك وحشتيني بحبك، وحشتيني مين يا ابني بتقول ايه؟ فدي حاجه انه يقدر يبعد عنك يبقى ما بيحبكيش مهما رجع يقول، مهما رجع يقول. تاني حاجه، الراجل لو حب، البنت لو حبت، القطه البلدي في الشارع لو حبت، تعجز عن الخيانه حتى لو كانت متاحه بالنسبه لها. تمام. فقصه بقى ندي فرصه تانيه اصل هو بيحبني، يعني مفيش حاجه اسمها كده. يعني حتى الفرصة التانية دي أنا بقول ما بتتخدش غير في حالة واحدة، جواز. لكن علاقة الارتباط والكلام ده كله مش حاجة اسمها كذا. تمام. تمام. وحاجة كتير بقى يعني، بس عشان وقت الحلقة فشوف إن تمام. أنا لا هو في سؤال، يعني هي أكتر الاستشارات اللي بتيجي لحضرتك في الموضوع ده، أكتر استشارات بتيجي لحضرتك إيه هي؟ عدم تقبل الانفصال. ما بتقدرش تنفصل يعني. إيه؟ ما بتقدرش تنفصل عنه يعني. في تعلق. لا مش موضوع كده، هو سابها. بس سابها اصلا. بس هي ما عندهاش، مش مقتنعه، ودي اول مرحله البنت بتعدي بيها بعد الانفصال. مرحله انا مش يعني انا مش متقبله. في حاله انكار كده يعني. انا مش يعني انا بتقعد هي في المرحله دي كتير بقى. ايوه بالظبط. لغايه بقى لما تقتنع كده وتفوق ان هو خلاص سابك عشان مش بيحبك. يعني انا جالي في مره حد، اكتر من حد خني وسابني وعمل لي بلوك وجريت وراه وقطعت نفسي عليه ومشي، بس انا متاكده انه بيحبني. نهار اسود. طب ليه يا استاذ احمد هي بترجع لنفس الراجل التوكسيك ده؟ ليه بترجع له؟ يعني هم سابوا بعض، هي بتحاول ترجع له، ليه بتعمل كده؟ علشان برضو التعلق بالنسبه للبنت بالتحديد هو عامل مش زي الادمان، اكتر من الادمان. التعلق بالحاله اكتر من انها متعلقه بالشخص. يعني بالظبط. الحب بيتولد لما بناخد حاجات حلوه كتير قوي من الشخص ده، والحب بيقف ربنا كده بيقف نموه
ما بيزيدش لما الشخص ده يقعد يأذينا، بس بنفضل متعلقين بيه. لكن الحب خلاص، الحب جواكي للشخص اللي عمال بيأذيكي يأذيكي يأذيكي، ده الحب ده خلاص بقاش ينمو، خلاص بقاله فتره. طب في حاجه يا استاذ احمد، يعني لو هي ما رجعتش لنفس الشخص واختارت شخص تاني، في الغالب بيكون توكسيك برضو زي الشخص الاولاني، هو ليه الحكايه دي؟ طيب انا هقول لك على نظريه كده، ويا ريت بقى كل اللي بيشوفنا ثبتوها في دماغكم. كل، وده مش عيب في الرجاله خالص، بس ده الطبيعي، كل 10 رجاله داخلين يلعبوا هتقابلي واحد داخل يتكلم جد. ممكن بقى نثبت دي في دماغنا وما نحاولش نسكت في الحته دي والله العظيم. ولا انا بقى بكذب التوكسيك، انا بكذب النرجسيين، انا بكذب، مش حاجه اسمها كده بقى. يعني هو هي دي، مش عايز اقول والله سنه الحياه، بس هو فعلا انت كل 10 رجاله هيحاولوا يدخلوا حياتك هيظهر لك منهم واحد بس داخل يتكلم بجد وعايز يتجوز ويفتح بيت. الباقي مش، يعني اقول لك على حاجه، اصل انا دايما بقول الشخص اللي داخل يلعب ده مش بيكرهك، يعني مش معنى ان هو ما بيحبكيش يبقى بيكرهك، لا، هو معجب بيكي جدا جدا، لكن ما وصلش لمرحله الحب. هو هيفضل معجب بيكي، والمعجب ده اللي هي اللي بيدخل حياتك عشان معجب بيكي بشكلك، بطموحك، بنجاحك، بايا كان، بفلوسك، ايا كان. المهم الشخص المعجب ده بيشبع ويمشي. لو شافك صدفه هو معجب، يعني مصدر الاعجاب العين، هيرجع ياخد الجرعه يشبع ويمشي يقعد كده 50 سنه مش مشكله. طب البنت دي او يعني الست دي امتى نقول ان هي تعافت فعلا وتقدر ان هي تحسن الاختيار؟ امتى نقول ان هي خلاص هي طلعت من الموضوع ده وتعافت وكله تمام وتقدر بقى تختار صح؟ طيب في مؤشرات يعني او في طبعا طبعا طبعا، علشان البنت تحس ان هي تعافت خلاص ومؤهله حتى ندخل اي علاقه تانية، البنت بتعدي بثلاث مراحل بعد الانفصال. اول مرحله انا مش متقبله الانكار، مش متقبله اللي حصل، لا 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 لا، ازاي قدر، ازاي قدر، ازاي قدر، والكلام ده كله. تاني مرحله تتقبل وتفهم ان هو خلاص مشي وما كانش بيحبها. ثالث مرحله انا مش طايقاك، انا خلاص. في فرق ما بين بقى انا في الاول، اول ما سابها زعلت، لكن في اخر مرحله ليها بعد الانفصال فهمت. في فرق ما بين زعلتي وفهمتي، الاول كانت زعلانه بس في الاخر فهمت. اول لما تبقى مش طايقه الشخص ده انت كده عافيتي. تمام. طيب استاذ احمد، الست دي اللي حصل لها الموضوع ده او العلاقه التوكسيك والمشاكل دي كلها، يعني تاخد حقها ازاي؟ يا على السؤال اللي دايما بيجي لي برضو، اللي هو انا عايز انتقم منه وعايزة يندم انه سابني. مش لازم انتقام، لا لا لا، ما اصل الانتقام ده ليه صور. الانتقام ده ممكن يكون في صوره انه يحاول يرجع لك وانت ما توافقيش مثلا. للاسف الانتقام او انك تندميه ان سابك، الاحساس ده بيأذيك انت، ما بيأذوش هو خالص خالص، هو مش فارق معاه. احساس بالظبط، احساس ان انت عايزه تنتقمي من شخص وتخليه يندم عليكي، ده احساس بيأجل ويعطل ويأخر التعافي عندك. طول ما انت قاعده بتفكري ازاي تخليه يندم عليكي، طول ما هتفضلي مطوله وقت اكبر في التعافي. هو مش هيندم عليكي غير في حاله واحده، اكتر حاجه توجع الراجل انك ما تتوجعيش من بعده. اي حاجه تانية بقى لا، والله اصل انا ارتبطت دلوقتي بواحد وتوصلي له ان في شخص دخل حياتك، او توصلي له ان في حد هيخطبك، او ان شاء الله تعرفي 10، هو تتجاهل. شبع ومشي، تتجاهل يعني كان مش موجود بالظبط. وطبعا احنا بنتكلم يعني مركزين شويه، بنقول الراجل نرجسي، لان الغالبيه من المشاكل اللي بتيجي ان الست هي اللي بتعاني من الراجل، لكن طبعا الشخصيه النرجسيه ممكن تكون موجوده في ست يعني، بس دول قليلين قوي قوي يعني. لا لا لا، مش قليلين ولا حاجه، عادي النسبه دي. هنا في نرجسين وهنا في نرجسين وهنا في، بس طبعًا الشكوى الاكبر من السيدات اللي يمكن بتطلع للسوشيال ميديا او الناس بتشوفها اكتر، زي ما انت قلت مثلا حفله، تلاقي البنت قاعده واقفه في الحفله بتعيط بالظبط. انا بشكر حضرتك استاذ احمد، كانت فقره لطيفه جدا واستمتعنا فيها مع حضرتك. شكرا جدا ليكم، انا اللي اتبسطت جدا معاكم. نشكركم مشاهدينا، وانتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرنامجكم من اهل مصر. حبيبتي الغلطانه اللي طول الوقت بتدور على الحب والحياه في صفحات السوشيال ميديا وما بين الاكونتات ومصدقه كل متلون،
فاكرة انها هتلاقي حلال العقد المهتم طول الوقت اللي ضحكته بتجنن وذوقه ورقته بتهون، وغلاوتك فارس الاحلام التمام مش موجود خالص على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. انت بس اللي فرحانة بالاهتمام والرسالة والسؤال والرنة، واول ما تشربي الطعم هيتحول ويتغير ويظهر الوش التاني السخيف اللي مراته بتصوت منه في البيت ولا بتشوف منه اهتمام ولا بتتهنى. هو ورا شاشة عامل حسين فهمي وجان، وهو ضارب البوز والتكشيرة وفي الكذب والتحوير فنان. صوني نفسك وعززيها، محدش هينفعك غير اهتمامك بيها، نصيبك هيجيلك لو في آخر الدنيا. خليكي مع ربنا وربك هيرضيكي في كل زمان ومكان. برحب بضيفتنا المتميزة دكتورة ولاء الجمال، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي. في الأول نحب نسأل حضرتك، مين الراجل الغريب اللي مش المفروض إن احنا نكلمه على السوشيال ميديا؟ طبعا الأول أنا مبسوطة جدا بالمقدمة اللي حضرتك قلتيها، حلوة جدا جدا وفعلا بتعبر عن الواقع اللي احنا عايشينه. فعلا في حاجات كتيرة ابتدت تظهر نتيجة السوشيال ميديا وإدمان الإنترنت، وشفنا ظواهر كتيرة لازم نحط عليها الضوء ولازم ناخد بالنا منها. الراجل الغريب بقى اللي المفروض الست ما تكلموش هو كل ما هو بعيد، يعني هو كل ما هو بعيد عنها المفترض ان هي ما تكلموش. وللاسف عيب الانترنت او السوشيال ميديا عامه ان هي عملت ايه، ان هي قربت البعيد وبعدت القريب، فخلت البعيد بقى هو اللي قريب للاسف. صح. اللي بتكلم راجل غريب على وسائل التواصل الاجتماعي بتعمل ايه في نفسها، سيان كانت انسه او متزوجه؟ طبعا اللي بيتكلم راجل غريب على وسائل التواصل الاجتماعي للاسف بيبقى عندها مشاكل كتيره. صح. قد تكون بتعاني من حرمان عاطفي، او يا اما اهمال شديد جدا جدا من الطرف الاخر، سواء لو انسه او متزوجه. احتياجات غير ملباه. لو هي انسه في احتياجات في بيت الاب او في بيت الاسره غير ملباه، احتياجات نفسيه، ان هي مش متشافه كويس من الاسره، مش حاسه بالامان، بتدور على علاقه تحس فيها بالكلام ده كله. يعني او اما لو متزوجه بتحس باهمال من الطرف الاخر، يعني احتياج للاحساس بالامان. مش امان بس، في احتياجات نفسيه عندنا كتير، في احتياج ان هي تتحب حب غير مشروط. في احتياج ان هي تحس ان هي مقبوله، ان هي تبقى متشافه في مجتمع متشافه فيه. ممكن يبقى هي اصلا شخصيتها مهمله جدا مع جوزها او مع اسرتها، فهي عايزه تمارس شخصيه تانية تبقى فيها قويه، تبقى فيها قياديه مع شخص تاني في علاقه اخرى، فبتضطر ان هي تتكلم على فبتضطر تكلم حد تاني عشان تشبع هذا الاحتياج عندها. صحيح يا فندم. الراجل الغريب بقى اللي هي بتكلمه يا فندم على وسائل التواصل الاجتماعي، هو ممكن يعمل فيها ايه؟ الراجل الغريب اللي هي بتاخد الخطوة الأولى وتكلمه، للأسف هو ممكن يعمل فيها حاجات يعني كتيرة جدا سيئة. الخطوة الأولانية هي بتبقى أصعب خطوة، لكن بعد كده أما تتجر ويتحول بقى الموضوع العلاقة، ويتحول ممكن يبقى فيه كمان تبادل صور، ممكن يبقى فيه تبادل أسرار، ممكن يبقى فيه ممكن مشاكل. تعرض للأسف للابتزاز من خلال الإنترنت، ودي مشاكل بنشوفها كتير جدا. إن هو مثلا ممكن تتكلم حاجة معينة ياخد سكرين شوت للكلام، ياخد صور ليها بطريقة معينة، وتحصل كوارث طبعا كده. ويبتدي يبتزها، لو ما عملتيش الحاجة الفلانية أنا هوري الصور دي لأهلك أو لزوجك، لو ما عملتيش كذا فتضطر هي تتنازل اكتر واكتر واكتر. عارفه بالظبط كاننا ركبنا الزحليقه، طالما احنا خدنا اول خطوه بناخد بقى الزحليقه بقى ونتحمل العواقب كلها اللي بتبقى فوق دماغنا. طيب حضرتك عايزين رد على يعني البنات اللي بتقول انا عندي فراغ، دي المفروض نقولها ايه؟ هو الفراغ للاسف عدو الانسان الاول، فلو هي عندها فراغ احنا نحاول بقدر الامكان نملى وقت الفراغ في حاجات مفيدة ليها. يعني نشوف البنت دي ميولها ايه، بتحب ايه، هي حابه اللي بيرسم ممكن يرسم، هوايه معينه ممكن تعمل فيها. فهي تحاول تشغل مخها فيما يفيدها مش تاخد فيما يضرها. تعمل ايوه، لان هي لو سابت نفسها لوقت الفراغ للاسف وقت الفراغ ده هيهلكها وهيجي عليها، فلازم تعرف ان هي لازم تتعامل مع وقت الفراغ. لو هي مثلا في اسره في حاجات كتير ممكن تعملها طبعا، في حاجات كتير ممكن في حاجات كتيرة وهي طبعا برضو شخصيتها، في بنات عندها مواهب معينه، في اللي بتحب مثلا الميوزك او الموسيقى الرسم، في اللي بتحب ان هي مثلا تروح تمارس هوايه معينه او رياضه معينه، فنملى وقت الفراغ لان دي حاجه مهمه جدا.
في نوع تاني من الفتيات بتقول انا انسه وخايفه الجواز يتاخر، فبضطر للتواصل الاجتماعي بس بتكلم في حدود الادب وما بتعداش حدودي. ايه رايك في بنشوف الكلام ده؟ وللاسف زي ما انا قلت لك في البدايه هي بتبقى زحليقه. انا بسمح لنفسي ان انا اتكلم مع حد ما اعرفش حاجه عنه غير اللي ظاهر، الجزء اللي هو عايز يظهره ليا من حياته بس من خلال البروفايل بتاعه. انا ما شفتش ما وراء الكواليس، ما شفتش الشخصيه دي عباره عن ايه، هل فعلا ده شخص سوي، هل فعلا شخص ما عندوش اضطرابات. انا بشوف الجزء اللي هو عايز يظهره لي بس. فدايما اي حد بعيد عني ما اعرفوش يفضل ان انا اتجنب التواصل معاه سواء على السوشيال ميديا او الانترنت او الكلام ده كله، لان انا اوريدي في جانب كبير قوي انا ما اعرفوش، البيئه اللي اتربى فيها، علاقاته ايه، سوي ولا مش سوي، حاجات كتيره جدا جدا انت محتاجه ان انت تدرسيها سواء انسه بقى او متزوجه. الموضوع يعني ما فيش اختلاف هنا. في ناس تانية بتقول انا عايزه اشتغل فببني علاقات عشان تبقى ليا واسطه وتسندني بعد كده. ايه رايك في الكلام ده؟ بصي انا شايفاها حجج ومبررات، تبرير ان انا بعمل حاجه معينه وخايفه حد مثلا يلومني عليها، فانا ببرر ان انا ممكن يجي من ورا الشخص ده شغل، ان انا ممكن يجي وراه مثلا يشوف لي مثلا بوزيشن معين او اروح في حته معينه، فكل دي تبريرات انا بعمل بيها ايه، انا براضي بيها نفسي التبريرات دي. صح. اللي هو يعني انا بسكت فيها الصوت اللي جوايا ان انا مثلا انا بعمل حاجه غلط او انا بعمل حاجه مش من المفترض ان انا بعملها، فعشان نسكت الصوت اللي جوانا فبنعمل تبريرات للاسف. في بقى في ناس تقول انا عايزه احس بالاهتمام وبالحب، فبتضطر بقى ان هي تدور على الحب ده من خلال التواصل الاجتماعي. صح، في فئه بيبقى عندها حرمان من الاهتمام وبالذات الاهتمام العاطفي، هي محتاجه مشاعر اكتر. الست عامه بطبيعتها كائن عنده مشاعر جياشه. هي اساسا كائن عاطفي عكس الراجل. الراجل كائن مادي شويه يعني حسي شويه، لكن الست كائن عاطفي، فدايما بتجري ورا الكلمه الحلوه. حد رمى لها كلمه حلوه حد يحسسها بالحب على طول. حد يكلمني اكتر، حد يقول لي كلام حلو، حد انت رحتي فين وجيتي منين، طب انا خايف عليكي، طب انا مهتم بيكي، طب انا، فبالتالي اي حد بيرمي لها اي كلمه بتجري جري وراها للاسف. فاحنا نحاول نقول لهم ان احنا ناخد بالنا، مش اي حد نكلمه، مش اي حد غريب زي ما حضرتك قلتي في الاول ان احنا نجري جري ونجري معاه محادثه. لان ده بيأثر علينا طبعا وبيأثر بعد كده على الخطوات اللي بناخدها بعد كده. في واحده تانية بقى تقول لك اصل شكله حلو وعجبني والاهتمام بتاعه حلو. دي نقول لها ايه بقى؟ دينا على الشكل بقى، ودي حاجات بنشوفها كتير على فكره، وخصوصا في البنات اللي هي ما تحت ال 21 سنه، ان هي مثلا ممكن تعجب بشكله او تعجب مثلا بحاجه معينه بوسامته او كده، فممكن تكلمه بناء على كده. ولازم نعرف برضو ان هو الشكل مش كل حاجه، بالعكس الشكل ده هو اي نعم القبول مهم جدا. بس الشكل مش كل حاجه، الشكل ده انا ممكن اتخدع فيه خدعة. وممكن فعلا انجرف جدا جدا بعواطفي ومشاعري ويطلع ده شكل ملوش اي معنى اساسا. بالظبط كده، يعني لا، في حاجات كتيره قوي غير الشكل، وفي معايير كتيره قوي انا لازم اخدها في الاعتبار لما انا بكلم حد او بتواصل مع حد غير الشكل. في بقى بعض السيدات المتزوجه بتقول ان انا جوزي بيسافر على طول وطول الوقت سايبني، وانا بضطر ان انا اعمل كده علشان حاسه بفراغ يعني عاطفي. يعني انا مش لاقيه، هي كارثه. انا فعلا بسمعها كتير جدا عندي، بتجي لي حالات كتير جدا بيبقى في زوجات ازواجهم مسافرين او غير متواجدين، وللاسف بيعملوا علاقات من خلال الانترنت. وعلاقات واللي هو لا انا خلاص انا حطيت رجلي في الموضوع خلاص مش قادره اكمل. هي حاسه ان هي جوزها مسافر فهي مش بيكلمها كفايه، مش بيديها مشاعر كفايه، احتياجاتي غير ملباه، فبالتالي بضطر ان انا الجا لبديل. انا فبتقولي دكتوره ما بعملش حاجه، انا كل اللي بعمله مثلا انا بشيت معاه مثلا او بتكلم معاه، لكن عادي يعني بنتكلم عادي. هي متخيله ان هو عادي، لا الموضوع فعلا وشفته مع حالات كتير جدا بيتطور من العادي لحاجات كتير قوي، لان هو بيبتدي ان هو ياخد حيز من تفكيرها، ياخد حيز من حياتها، ابتدت ان هي تهتم بيه كتير قوي، ابتدت ان هي تتعود عليه وعلى رسائله اكتر بكتير من اهتمامها بجوزها المسافر او الغير متواجد، ابتدت ان هي تضر جدا جدا لو ما كلمهاش. صح، يعني ابتدت ان هي تتعلق بيه، فبالتالي فقدت اتعود. طبعا بتبقى كارثه كبيره، اتعودت على الحته دي فبتفقد الشعور طبعا مع جوزها، وبتحصل المشاكل من هنا، وبيجي لي تقولي انا عايزه خلاص اتطلق، بتوصل لمرحله انا خلاص انا عايزه انفصل انفصال تام عن جوزي لان انا مش عارفه استمر، لان انا ابتديت احب خلاص واحد تاني. طيب في نوع تاني من السيدات بقى جوزها تقول لي جوزي طيب وحنين وكل حاجه وحياتها مستقره، بس هي برضو اتعودت تكلم ده وهي ما بتقدرش تعدي يومها من غيره. فدي مشكلتها، ونقول لها ايه؟ دي بقى سبب
سبب تاني من الأسباب إن أنا ممكن أكلم شباب من على الإنترنت، سبب فيه بعض اضطرابات الشخصية، يعني دي بقى شخصية غير سوية، شخصية مضطربة، عندها personality disorder، اضطرابات شخصية. هي بتبقى حابة إن هي تشيت مع حد، أو ممكن واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وتبقى مبسوطة إن ده بيبعت لها وده بيهتم بيها، وعايشة مع جوزها. هي دي بتبقى اضطرابات شخصية، أو عندها مشاكل في شخصيتها نفسها، فبالتالي هي مبسوطه ان ده بتعمل شاتنج مع ده وبيتكلم ده، وده بيبعت لها انت فين، وده مش بتبقى مبسوطه بتعدد العلاقات عندها. ده نوع من انواع يعني ده محتاجه معالج نفسي يعني. طبعا هي اساسا بيبقى عندها مشكله نفسيه معينه، فهي محتاجه معالج نفسي ان هي تتعالج من الموضوع ده، لكن ده مش الطبيعي خالص. طيب دلوقتي بيقولنا نوع تاني بقى، وده نوع سفريت يعني اللي هم المراهقات بتوع الاعدادي وكمان ابتدائي. يعني تلاقيهم بيعرفوا شباب ويكلموهم، وما بتبقيش عارفه تقولي طفل ابتدائي هتقولي له ايه. ايوه صح فعلا. هنتعامل معاها ازاي الطفله دي اللي هي بتكلم شاب وهي صغيره، افهمها ازاي؟ فعلا بقينا بنشوف فعلا او طفل يعني. طبعا بنشوف في المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه كمان ان البنات ابتدت فعلا تخش على موضوع الشاتنج بشكل طبعا بشكل اللي هو ايه يعني، لا إن احنا ما كناش اطفال، احنا كنا صغيرين. ايوه والله. ففعلا لا، ناخد بالنا يا جماعه، ودي دور الاسره ودور البيت، ناخد بالنا اولا الام والاب ياخدوا بالهم جدا من الموضوع ده، بيشوفوا يخشوا عليهم في اي وقت، يشوفوا هم بيعملوا تشاتنج مع مين، بيتكلموا مع مين، مين اللي في الساحه دلوقتي عندهم، مين اللي بيحكوا عنه. الحته دي مهمه جدا. تاني نقطه لازم اعرفها خواطر او الاخطار الناتجه عن الحاجات اللي هي ممكن تعملها، وممكن كمان اقول لها عن ان ممكن حد مثلا ياخد صورها ويبتزها بعد كده. صح. ممكن ان هي مثلا يستغلها في موقف معين، وفعلا الحاجات دي بنشوفها. انا عندي حاله في بنت عندها 12 سنه للاسف، وتواصلت 12 سنة صغيره، تواصلت مع ولد، والولد ده خد منها الصور وبقى يبتزها بالصور، وجايه بتقول يا دكتور انا مش عارفه اتصرف، ولا باباها يعرف ولا مامتها تعرف للاسف. والصور دي كل مره بيبتزها بتضطر تنزل تقابله، بتضطر تجيب له فلوس، بتضطر تتصرف في اي حاجه عشان. طب في الحاله دي حضرتك قلت لها ايه؟ في الحاله دي طبعا انا المشكله ان انا ما اقدرش برضو اقول للام بشكل مباشر. فانا طبعا ساعدت البنت دي وحاولت ان هي تتخلص شويه طبعا من العلاقه، واتكلمنا كان في تدخل من احدى الاقارب مع الولد دوت، ان هو ابتدى ان هو الامور تتظبط، بس الموضوع فعلا بياخدها الحرس هد فعلا. يعني الموضوع ان هي بيوصل للبنت ان يبقى فيه ابتزاز معين، وصغيره ما تعرفش، وسن صغير لسه. أيوة. في مقتبل حياتها، في بدايه حياتها، فتخيلي بقى كم الصدمات اللي هي ممكن تقع فيها من خلال بس ان انا بكلم واحد على النت او بكلم شاب على النت. طب لو احنا خدنا منهم الموبايلات اللي هم الاطفال، يبقى الممنوع مرغوب في الوقت ده؟ لا، هو الموبايل يفضل ان هو يقنن. وانا برضو لكن ما نمنعوش. لا، عامه الموبايل مش المفترض ان هو يبقى مع اطفالنا اللي هم دون سن ال 11 سنه او ال 12 سنه، يعني ستارت من 11 سنه او 12 سنه ممكن ادي لهم موبايل، بس بشروط. ابتدائي ده ما ندهوش موبايل المفروض؟ لا طبعا، السن صغير قوي كده خالص. طبعا موبايل ممنوع تماما، بس في شروط ان انا في اي وقت، مفيش حاجه اسمها باسورد، انا ممكن افتح الموبايل بتاعك واشوف اي حاجه، بس اشوف اي حديث مع اي حد تاني. الاطفال الصغيرين دول ما بقدرش اتحكم فيهم، يعني انا عندي سفرات صغيره كده ما بقدرش اتحكم فيها. ما هي مشكله بقى الاطفال الصغيرين ان احنا اللي بنعودهم على كده، ان انا ساعات ببقى مشغوله، خد يا حبيبي الموبايل العب مثلا لعبه، ان انا ببقى مثلا ساعات مثلا في ايدي تليفون او بكلم حد اديله موبايل، خد بص عليه، اتفرج على يوتيوب. فانا اللي ببتدي مع ابني للاسف، انا بستسهل شويه. بس طبعا زي ما انت شايفه كده ان بنضعف، الضغوط علينا كتيره، الضغوط على الام وعلى الاسره عامه كتير، فبتحاول ان هي تفصل شويه وتاخد وقت تدي له الموبايل شويه. لا، فاحنا ناخد بالنا بقدر الامكان، ممكن مثلا لو هنفرجوا على حاجه ممكن نراقبه نراقبه ونشوف هو بيكلم. لا، بس دون سن ال 12 ما بديلوش المفروض الموبايل. ما تديلوش المفروض ده صح. بعد كده ممكن ادي ودي بقى بشروط معينه، ما فيش باسورد، اطلع على كل حاجه في اي وقت، في نوع من انواع الايه، ياخد باله بقى ان ماما ممكن تيجي تبص في اي حاجه. ليه دايما الرجاله بيدوروا على البنت المؤدبه المحترمه بنت الناس وعايزين يوصلوا لها، مع ان عندهم يعني في ناس تانية منفتحه وما عندهمش مشاكل خالص في العلاقات، فليه بيدور على البنت اللي هي مؤدبه وبنت ناس؟ ليه دايما الرجاله دي بتبقى رجاله يعني ايه، عندها خبره شويه، عندها اكسبيرينس، بيدمرها هو عايز، مش عايز واحده بقى تكون مثلا عندها مثلا ماضي مثلا او عندها حاجات معينه في حياتها. هو عايز حد البنت الاصول الطيبه
اللي هي ما عندهاش ماضي، بيسيبها بعد ما كده. عندهاش خبرة. ما هو على حسب بقى، بس هو عامه لما بيجي ينقي فعلا بينقي اللي هي البنت اللي ما عندهاش خبره، البنت اللي هي محتاجه كتير لان هو فاهم قوي. ايوه فهو اكيد عايز واحده مش عايز واحده تكون كده طيبه، تكون ما عندهاش خبرات كتيره، تكون ما احتكتش قوي في الحياه عشان يبتدي ياخدها. وطبعا بقى هو عامه لو شخص مش سوي فهيضرها اكيد ومش هيستمر معاها. صح. في قصه معينه في من الانسات كده اللي استشارتك ما بتنساهاش، مؤثره فيكي وما بتنساهاش خالص؟ بصي، في قصه واحده كانت بتتابع معايا نفس الموضوع برضو، دي حد متزوج وللاسف ارتبطت عبر الانترنت بشخص، ولما ارتبطت بيه ما قدرتش ان هي تتخلص من هذا الارتباط. وللاسف هو الارتباط هي ممكن ما كنتش شافته في 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 الحقيقه، هي كله تشاتنج على الانترنت وكلام والكلام ده كله، بس بقى يهتم بيها اهتمام زياده عن اللزوم. وجوزها اللي هو كان جوزها مسافر اساسا في بلد عربيه، جوزها اللي مسافر ده للاسف يعني هو كان بيهتم بيها اي نعم، بس هي ابتدت تحس ان اهتمامه ده خنقه، انت بقيت تخنقني، فبقيت تعمل معاه مشاكل كتير جدا عشان يقعد بالايام ما يتصلش بيها وهي تقدر تكلم التاني للاسف. ودلوقتي كانت واصلين هما الاثنين لمرحله خلاص، هي اخر حاجه اتكلمت مع زوجها ان هي لازم هتنفصل لان هي مش قادره، هي بتحب اوريدي الشخص ده وسابت عندها اولاد وحياه والكلام، سابت كل ده للاسف وخدت قرار ان هي ترتبط بالشخص اللي هي اتعرفت بيه على الانترنت للاسف. يعني للاسف دي حاله انا حتى مستغربه جدا، وحاولنا يعني اشتغل معاها في كذا، بس هي خدت قرار ده خلاص. طيب اعمل ايه لو اللي بتكلم راجل غريب دي اختي او صاحبتي وانا خايفه عليها جدا؟ دايما انا اخد بالي من القريبين مني، يعني اختي او صاحبتي وبتكلم حد غريب انصحها كمان، واحاول اواجهها باللي هي بتعمله. طب انت بتعملي كذا كذا، خدي بالك، واقول لها اضرار وعواقب الامر اللي هي ممكن تقع فيه، ممكن ما تكونش هي واخده بالها. لان انا فعلا فوجئت ان في بعض الحالات لما انا باجي اتكلم معاها في حاجات معينه فعلا ما بتبقاش واخده بالها من الاضرار. طب وهي يعني اللي ممكن، لا ده ممكن يحصل كذا وكذا، وممكن يبتزك، وممكن العلاقه دي ما تتمش، وممكن ما تنجحش اساسا. كلهم او اغلبيتهم مش عايزين احنا نعمم عامه، بس ناخدها بالراحه يعني. طبعا بالراحه وبهدوء، بس لازم انصحها. يعني لازم النصيحه مهمه جدا جدا في الحته دي، وبين لها مخاطر ومساوئ الخطوه اللي هي ممكن تخطوها، لان هي ممكن ما يكونش عندها ادراك ايه المخاطر دي. صح. وبينها لها، عايزه حد يعملها بالراحه وبفهم. صح. صح. ولازم احطها على المخاطر اللي ممكن يحصل كذا وممكن يحصل كذا وممكن، فالمخاطر والاضرار اللي ممكن اللي انا ممكن اقولها لها ممكن هي اصلا ما تبقاش واخده بالها منها اساسا. صح. وممكن تبقى نورها بصيرتها يحصل لها استبصار. في نهايه برنامجنا بنشكرك حضرتك دكتوره ولاء الجمال، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، وبنشكركم مشاهدينا، والى اللقاء.